صافي الوليدات هذو كل اللي كانت تمنى راه ربي داهم لي. بالنسبه للاب اللي باقي في الانعاش توجو تاع هامده، اما يصبح ولا ما يصبحش انا قلبي كيقول لي راه غيموت، قلبي كيقول لي راه غيموت. راه هما اللي عندي، هما اللي كيخدموا عليا، هما اللي كيساعدوني. دابا الدار عندي خاويه، لا امل لا والو، ولكن الامل في الله سبحانه وتعالى. هو اللي عطاهم لي، هو اللي اداهم، هو اللي عطاهم لي، هو اللي اداهم. انا السيد منصور حسن من مواليد سوس 69، اب له 6 أبناء، 3 الله يرحمهم في هذه الحادثه هذه. بحالي لا طفاو لي عيني، بحالي لا كانت عندي 2 عينين، من بعد طفات وحده وشات وحده، ما بقاش عندي امل. صافي الوليدات هذوك اللي كنت نتمنى راه ربي داهم لي، هذوك اللي عندي وقرابين ليلي وكنتصرف معهم مزيان بحال صحابي، ما كيتعداو كاملين بالشهاده للجميع. الناس نقيين ظريفين كيصليو الصلاه ديالهم، وكون غير هما ماشي مزيان غنقول ربي هناني منهم ولا تهنيت منهم، ولكن حاشاه ولله. طوبة السكر، العالم يشهد عليهم، الله يرحمهم ويرحم جميع أمة سيدنا محمد ويشبر الحق في اللي ظلم. شتو جو تا هامدة، إما يصبح ولا ما يصبحش أنا قلبي كيقول لي راه غيموت، هادشي اللي كيقول لي قلبي. شتا أنا ولادي ما ظنيتش في حياتي غنشوفهم بديك الطريقة هادي، وكون كيتشبر الحق بليد داك السيد غنخسر عليه يطرد لي صمت ونجعل فيه العافية، ولكن ربي ما كيأمرناش بهذا. والقانون عاود راه عنده الفصول ديالو، ما خصنيش نخرق القانون. الناس اللي كيسكروا الله يعفو عليهم، ولكن بنادم الا كيخاف على صحته وكيخاف على الناس الاخرين، ما خصوش في ديك الساعه يعني الا كان سكران يطلع للطوموبيل. كنطلب من الله سبحانه وتعالى ومن جلاله الملك محمد السادس الله ينصره، ومن وزير العدل، ومن الرئيس الاقليمي ديال الامن ديالنا طنجة، يشوف لي المسطرة على حساب وليداتي اللي ماتوا. الله يجازيكم بخير، راه هما اللي عندي، هما اللي كيخدموا عليا، هما اللي كيساعدوني. دابا الدار عندي خاويه، لا امل لا والو، ولكن الامل في الله سبحانه وتعالى. هو اللي عطاهم لي، هو اللي اداهم، ولكن كنطلب من القانون المغربي يعني يعطيني حقي. وداك السيد اللي قتل ولادي وقتل 2 الناس اخرين ابرياء، خص المسطرة يعني توقف ويغيروا كاع القانون السير في هذا الفصل هذا، راه ماشي في صالح المواطنين ديالنا. والدولة ديالنا راه الدولة ديال الحق والقانون، وما كاينش شي واحد اللي غيعلى على القانون، واخا كيظنوا شي ناس راه عندهم المال باش غيسيطروا على القانون. القانون راه عنده مواليه وعنده الإدارة ديالو، والقانون ما كاين حتى شي واحد اللي فوق منه. وكنطلب الله والملك محمد السادس ووزير العدل والرئيس الاقليمي ديال الامن الوطني يعطيني حقي، يشوف لي حقي. اله داهم الله تعالى، الله يجازيهم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.